حد. الو النادي مدموزيل مديحه سامي من فضلك. الو سميره، اهلا يا حبيبتي، صباح الخير، ازيك؟ عامله بارتي الليله؟ حاجه ضروري الا اذا كان انتي فهماني طبعا. اوكي، مع السلامه. أعرفها لك حالا. واحد ليمون من فضلك. حر حر قوي. انت بتعومي كويس خالص. وانت؟ بغرق في شبر ميه. في السن ده؟ تديني كام سنة؟ ساعتي واقفة، ساعتك كام؟ ونص لشوية. بقول ايه؟ حر حر قوي. ها؟ ما تيجي نروح حتة هوا. فين؟ المكان اللي يعجبك. بس احنا ما نعرفش بعض كفاية عشان نخرج مع بعض. هنتعرف على بعض، نتعشى ونشرب كاس، نسمع مزيكا ونرقص، ولما هنرقص هنعرف بعض كويس. تفتكر؟ لا ما زلت طبعا. اعمل حسابك ممنوع دخولك الشقه الليله. مش هضايقكم. ممنوع. هدخل اوضتي واقفل عليا. ممنوع. ما تبقاش انان. احنا مش متفقين، ما دام الاشاره متعلقه على الباب تبقى الشقه ملك اللي جواها. دور لك على بيته بره الليله. طب اسمع. نعم. لو كان لو ايه؟ يعني لو كان لها قصدك لو لها واحدة صاحبتها نجيبها ونسهر كلنا سوا؟ يا ريت. طب نشوف. عزت. نعم. أنا هعرف إزاي؟ هكلمك في التليفون. أيوة عزت. إيه؟ ملهاش أصحاب. طيب أنا الليلة دي حظي زفت. حبات فين بقى؟ اسمع، ما تطلب ناني. لا يا عم، دي إيدها طويلة. سهرت معاها ليلة، سرقت مني 7 جنيه وولعها. هي دي ولعتك؟ لقيتها فين؟ في شنطتها. كانت سهرانة معاها امبارح، حبت تلطشني لطشتها. بقول إيه، ما نسهر عند بديع. لا، دي قطعها. وكلامها كتير قوي. ما تعجبنيش. بس. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9 ل 10. انت وبختك لو لقيناها. هيبقى حظك للسما لو رضيت بيك. اسمعي سوسن. معرفهاش. خش عليها على طول. اتكلم بقى. الو مادموزيل سوسن، مساء الخير. مين يا فندم؟ واحد يحب يشوفك. لا والله ما حصلش معرفة. الله، ايه دي هتلبخ. الو سوسو، انا حمد. حمد مين؟ حمد نقف. مساء الخير. ازيك يا سوسو؟ بقول ايه، اللي كان بيكلمك دلوقتي واحد صاحبي وصديقي وزميلي وحبيبي، ده حسن بيه، باش مهندس قد الدنيا اهو، هيكلمك. الو اهلا وسهلا، احب اشوفك. استناكي فين؟ اجيلك المحل؟ هو المحل فين؟ ايوه ايوه عرفته، ثواني اكون عندك. حازم وانا Thank you.
سعيدة. أهلا وسهلا. تفضلي. ايوه. هلو يا فندق. على قدك. ممكن؟ اتفضل. هي كام اوضه؟ اوضتين وصاله، اوضه نوم واوضه مكتب. ويسكي؟ اه. بقول لك ايه؟ لازم الساعه 12 اكون في البيت. انت قاعده لوحدك؟ لا انا قاعده مع ماما. انا ستي ما دام قاعده مع ماما يبقى الواحده اثنين ثلاثه. ماما ست طيبة. لا أصل ماما ما تعرفش عني حاجة. كنت فين يا سوسن؟ كنت في السينما، لكن اللي بعد الساعة 12 هقول لها كنت فين. اه صحيح هتقولي لها كنت فين. قولي لها كنت في المسرح. ايه. صحتك. صحتك. وعرفت ناس وفرحت وزعلت ولبست وعيطت وعيطت قوي. طب انا بعيط ليه؟ مالناش دعوة. شغال اللي هنا حبيبتي. بارد ليه؟ قلت له ينظف الشقه قبل ما يمشي ووعدني بكده. اديكي شايفه الشقه ملخبطه ازاي. خلاص ما عادش في ضمير ولا اخلاق ابدا. نشرب هنا ولا جوه؟ عايزه مين كان معاك؟ ده ثلج ولا ميه؟ مين كان معاك؟ كان معايا جوز عمتي. جوز عمتك؟ كان معايا خطيبته. خطيبته؟ خطيبة جوز عمتك؟ حبيبتي قصدي عمتي مراته يعني. وعمتك بقى نزلت من هنا حافية ولا ايه؟ لا ابدا، دي كانت شارية جزمة جديدة تجنن من الاوكازيون. قلعت الجديدة ولبست القديمة. قصدي قلعت القديمة ولبست الجديدة. عايزة؟ نعم. انت شاي؟ عايزة اشرب. من عينيا روحي.
نشرب هنا ولا جوه؟ ولع لي. انت متجوز يا حسن؟ لا. ما اتجوزتش ليه؟ تتجوزيني؟ عايز تتجوزني؟ وانا طول يا. طب هتعمل بيا ايه؟ ابقى جوزك؟ بعدين؟ تبقى مراتي؟ بعدين؟ نبقى جوزين ونعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ايه رأيك تيجي نعملها؟ ايه مالك؟ ما احبش الطريقة في الموضوع ده. تزعلتي؟ لا، الساعة 12 ميعاد السينما. لسه بدري. ما قلتش لماما. كمان ساعة. كان لازم اقول لها. طب نص. ماما هتقلق. زمانها نامت. لا بتستناني. قولي لها الفيلم هندي 19 فصل، كل فصل احلى من الثاني. لا ماما تقلق. مش هتقلق. سيبك يا دوحة سيبك. مفيش امتع ولا الذ من الحرية. الواحد كده يبقى حر. اكل، اشرب، اخرج، انام، اصحى، اتنطط كده من شجره لشجره زي العصفور. زي العصفور. على رايك يا عازف، اللي زيك ما ينفعش في الجواز. لكن اللي زيك انت بقى هتتجوز. انا؟ مش ممكن. هتشوفي. ليه اربط في رقبتي سلسله يشدني منها لبي جوزي؟ اقعدي، نامي، كلي، اشربي، وهو داير على حل شعره بره. دي بيضه يجري وراها، دي سمره يحبها، وانا اقعد احط ايدي على خدي مستنيه البي في البيت. لا يا عز، الرجاله مالهمش امان. طب خلاص يا حبيبتي خلاص، هتتنرفزي روحك ليه؟ انا معاكي، تحيا الحريه. سوسن، ما تباتي معايا الليله. تاني مش قلت لك لازم اقول للماما؟ طب المره الجايه. حاضر. امتى؟ خلال الظروف. حاسه انا اتاخرت قوي. هي دي عمده؟ لا مديحة، مديحة فهميني فهميني يا دوحة فهميني. والله والله يا عمتي والله. عزي، ايه اللي جابك؟ ما قريتش الورق اللي على الباب؟ اللي جابني؟ أنا مش متفق معاك يا بني آدم إنك تشوف لك بياتها الليلة بره. أنت اللي ما كانش يجب تدخل ما دام لقيت ورق على الباب. إحنا مش متفقين إن الشقة ملك اللي جواها. نعم يا سيدي، نعم يا أبو علي نعم. أنا ماشية بقى. طيب حبيبتي، هنتقابل هنا كل ليلة جمعة. مع السلامة. مع السلامة.
أسفة مش قادرة أقولك اتفضلي معايا. وأنا مش قادرة أسيبك. ما تيجي نروح أي حتة، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، أنا اتأخرت أوي. أنا حبيتك أوي. وأنا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزة وأنا نازلة، قد إيه أنا فرحانة دلوقتي إني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعد تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانتي من اهلي. اسمعي، ما تنسيش اللي قلتلك عليه. قلتيلي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامة. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما للساعة 2. كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعه في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصلي تعبانة شوية وعايزة انام. طيب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع لابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ راحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا حافظه الحلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلية، والسمية سكة. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجة. صباح الخير. ايه؟ خصماني؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. عزت بتاع امبارح. أيوه بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا يا سمير أشوفك بالليل. بابا يا راح قلب. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. هو أنا كل ما أروح في حتة ألاقيك في وشي؟ أنت عايز مني إيه؟ إنه يجيلك مزاجك تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ أوعدك. الليلة دي أنا سهرانة عند واحدة صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش أصحابك دول. يبقى مرة تانية، أوكي؟ باي باي. هنسهر سوا الليلة دي؟ فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. حيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي باي باي. باي سلامة. Thank you.
سوسن يا بنتي ده انا عسوس بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه مره جايه ان شاء الله عن اذنك اتفضل مالك يا عسوس البت دي هتجنني حسن انا معايا فلوس انا عارف خليهم معاك لما احتاج هقول متزعلنيش حسن انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس مبروك يا حسن مبروك يا ابو علي مبروك على ايه ده خيبه تقيله وهي طنطوس وحشه طب دي جهنم انت رحتها ثلاث اشهر لما روحي بقت هنا من حيث؟ من حيث كله أنت كده وحش؟ أبدا دي بلد جميلة جدا سرايات وبيوت لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات ومن الساعة 10 خص ده حظ إيه المنيل ده؟ أفندم سوسن صباح الخير صباح الخير يا حسن هقولك على خبر زي الزفت أنا اتنقلت طرطوس أيوة طرطوس قبلي إيه رأيك أنا هستلم من العمل بعد أسبوع إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا تطلب نقلك لبلد اقرب ده اللي في نيتي بس بعد شويه تعرف انك هتوحشني قوي وانت كمان دي مجامله من قلبي سوسن نعم
اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكرة، خوفي من أول الشهر يجي وما أقدرش أدفع أجرة البيت. ماما تعيا، ما أقدرش أجيب لها الدواء، هنطرد من شغلي وترمي على الرصيف. طبعا أنت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كان يتقدم لي عرسان ورفضت؟ أصل في أزمة جواز اليومين دول. إيه ده؟ عشان ما تنسينيش. يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتوا لي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم فوسة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان إنما عشريين قوي. يا سلام. أمال أجيبك. اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. يا شقة الخواجة كرياكو فين؟ دي قدام سيادتك على طول. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كالوستو كرياكو؟ يو ساتينامو؟ تو خسن بيه. خسن بيه. اهلا وسهلا حسن بيه، نورت البلد حسن بيه. تفضل تفضل حسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل حسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري ذا فاميليا. مش مخيم حسن بيه، مش مخيم، احنا في خدمتك. انا فرست ثابته انت بزو بتاعنا، ويمكن الزو بتاعنا مش هيجي بزو بتاعنا. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلوي. انا ممنون. مفيش ممنون قسم بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحقيقه. ميرسي قسم بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. اجي نامو. كلم الكافيه. كلا باباكي. اخي نوسخ لي قسم بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويس يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. Thank you.
صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا اتلم. اسمع. افندم. قول لعوضني جاهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعه. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش وريني بتخش ولا 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 انت شايف لا لا وريني ايوه لا يا خد اخر علاوه امتى انا مش بتكلم على علاوه انا بتكلم على الدرجه فين هو الضمير يا حضره الناظر ابو الزبده في الجمعيه ب8 ساغ نشتري ب9 و10 من الجمعيه لا من البقال الجمعيه ما فيهاش زبده تلكت البقال بقدره قادر مليانه زبده بقى ده اسمه كلام إذا كنت عايز استمراتك تمشي، ناول البشكة تبقى رشيل. رشوة يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. ده صحيح، لأن القانون بصفر. ده صحيح. أيوة صدرك. والله أنا مستني شوية. أهلا وسهلا ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص. أمال عندكم إيه؟ قهوة، شاي، جنزبيل، قرفة، أنسون. اديني قرفة. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بينا احنا تمام. يلا. يلا يا سيدي. اتفضل. والله اتفضل. لا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. شلبي؟ أيوه. اتفضل يا حضرتك. شلبي. أفندم. نعم. زي ما قلت لك الناس دي قايمه ليه؟ الساعة 10 ميعاد التشطيب. تشطيب؟ ايوه. حسابك كام؟ قرشين. متشكر. سيجارة؟ واجب علينا يا بيه، يدوم. اسمك ايه؟ محسوبك فراج يا بيه. عاش الاسامي. قول لي يا فراج. هي البلد دي مفيش فيها اماكن للسهر خمامير يعني لا قصدي صاله مزيكا رقص سهر لمين السهر والرقص يا بيه اهالي البلد ملهومش الموظفين ما معهومش السهر والرقص والحظ في البيوت العائلات مع بعضيه والعازب العازب ملوش في البلد ايه هنسهر سوا الليله اهي ما احنا سهرانين اهو لا نسهر في حته تانيه غير هنا المره الجايه وبعدين يا سوسن انت بتتهربي مني ليه اذا كان على الفلوس انا مستعد لكل طلباتك هبني لك فيلا وافرشالك بس عزوز عزوز بيه تسمح ايه دور عليك دور ايه حكمه ايه انا بس محاكمه ظريفه خليني اسالك شويه اسئله كده بالضبط بمنتهى الصراحه وصدق وامانه تعال على ذوقك يا جماعه عزوز بيه اتفضل اتفضل اقعد يا قول والله العظيم اقول الحق والله العظيم والله عظيم جدا ابوك بيشتغل ايه؟ بعدين بقى قول ايه تحليل الاحراج ده؟ قول بس قول انت قول صرامات وامك الله احنا هنخش في العائلات ولا ايه؟ جماعه ثروتك مين؟ اهلاوي يعني ايه؟ شعبطه يعني ايه؟ ما تفهموها بقى شيلني واشيلك دوحه حبيتي كم واحد؟ ولا واحد يا كدابة أنا عارفة زمان حبيت واحد طب وما اتجوزتوش ليه؟ أصله ضحك عليا إزاي؟ اتجوز واحدة صاحبتي ودلوقتي بتحبي مين؟ بحب واحد موجود هنا؟ دانا إيه أكتر حاجة بتحبيها في الدنيا؟ الفلوس ليه؟ عشان دقت الفقر سوسن أنت راضية عن نفسك؟ راضية ومش راضية مش راضية عن ايه؟ باللي انا فيه وراضية بايه؟ باللي انا فيه دخلك كام في الشهر؟ وليه ما جوزتيش؟ مفيش حد ضحك عليكي؟ ايه املك في الحياة؟ ماليش امل انا ضايعة كلنا في الهوا ضايعين يلا نضيع يلا Yes,
فندم. حسن، الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي. ازيك يا سوسن؟ وحشاني قوي. عندي اجازة يوم واحد، أول ما تخلصي تعالي بسرعة. عندي اجتماع مهم. هتيجي تاني؟ لو قدرت مش هتأخر. طب حاول ما تتأخرش. سوسن. ما تيجي انت معايا. واسيب مصر؟ ليكي مين في مصر؟ أمي وشغلي. أنا كفيل بيه. طب هتقول عليا إيه هناك؟ صحيح. أقول هناك. أقول إنك أختي. أختي. أصلاً هو مش المفروض إن كل واحد له أخت. أنت أختي. فكرة. سوسن. خدي شهر إجازة. شهر حسن نقضيه سوا. حسن، أنت بتتكلم جد؟ سوسن أنا محتاج لك. أنا ما تعودش أرفض لك طلب، بس هقول إيه لماما؟ قولي لها إنك اتنقلت اسكندرية، مسافرة اسكندرية، صاحب المحل بعتك توضب المحل اللي في اسكندرية، قولي أي حاجة. قلت إيه؟ هفكر. ما تفكريش، اتفقنا. عكدلك المستنية. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الحمد لله بالسلامة مدمازيل سوسن. الله يسلمك. خواجة كرياكو ومدام أم كوستا. أثناء. تشرفنا. كلا أستاذ مدمازيل سوسن، البيت نور. تفضل مدمازيل، تفضل حسن جوه. معلش وقت تاني. لا مش ممكن، اتفضل دلوقتي. معلش يا مدام، أصلي جاية تعبانة من السفر ولازم أوضب هدومي. طب اسمك حسن بيك.
كرياكو، مدام كرياكو، شرفت بخضريتك والخانم اخت خضريتك. للادي معزومين عندنا. بلاش للادي، خليها ليله ثانيه. اخفى عليكي. بقى تقعدي المده دي كلها وما تساليش عني. اعذريني يا سميحه، اصلا انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليله راس السنه، جو جديد؟ مين؟ احمد. دي كانت حته بوسه يا بنتي، ولا بوسه ايه بمونتان لبريجيت برضو. ها وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كليه الطب. يا حلاوه، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو حلاوه وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفه لجوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبه. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاثنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحة، ما بقتش قادرة استحمل، حاسة اني بمثل 24 ساعة. نفسي ارجع طبيعية زي زمان. لا وحياة ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه، وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انت ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا، تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ قد حبي ليك يا حبيب. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني ابدا. اعمل ايه؟ انت اللي بتعزلي. مش هعزل المره دي، هفضل جنبك على طول. ادي التقارير اللي ستك طلبتها مني. رجعت الميزانيه؟ طبعا يا فندم. ألو، من فضلك دقيقة. أهلا يا حبيبتي. لا الظاهر إنك نسيتيني. أبدا، بس ظروف. هبقول لك عليها أما أشوفك. قولي يا سعفان، أنا محتاجة ال 200 جنيه ضروري. في الشقة؟ لا مش ممكن. أقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون. حصل ايه قوليلي؟ سعفان، أنا حاسة إن كمال ابتدى يشك إن في علاقة بينا. هو قالك حاجة؟ أبدا،
بس تصرفاته مش عجباني. رايحة فين؟ جاية منين؟ هبقى أكلمك في التليفون. خايفة لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اليومين دول؟ مش عارفة. إحنا لازم نبعد عن بعض شوية لغاية ما يطمن. طيب طيب. سيبيلي الموضوع ده، أنا هتصرف. أدي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. أمشي أنا بقى. مع السلامة. الله يسلمك. تعودني عن كل حاجة. أستاذ كمال. أيوة فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طائرة لندن بكرة ولينا على الكونجو وتخلص الصفقة بتاعتنا. ما الأستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. مش أنت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. أي خدمات تانية؟ لا شكرا. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش إلا ومخلص كل حاجة إن شاء الله. أشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامة. خلاص أهو دلوقتي بقى مالكيش حجة. بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. مستنيكي بالليل الساعة 8. حاضر. الكيش راحت فين يا دادا؟ طيب طيب لما ترجع قول لنا اني اتكلمت في التليفون. ضروري تتصل بيا، فاهمه؟ تعال قلت لها اني سالت عليها. ايوه النبي يا سيدي قلت لها. ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حته غير عند الست سامحه صاحبتها. الو سعفان بيه؟ مش معقول. اهلا اهلا هناء. لسه خارجه من شويه. لو رجعت اخليها تتصل بيك. حاضر. ماهر تعال على طول. يا فندم جات اخبار من كمان؟ لسه يا فندم. ايه؟ مستحيل السفريه ولا ايه؟ مش يجي يشوف شغله البايظ؟ ابعت له طيارات حالا. يرجع على اول طياره. حاضر. مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده. المفروض كان يقعد شهر في اوروبا. وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار. ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا. يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده. أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيشي مع أهلك لحد ما تخرج ونبقى نتجوز. حاضر يا أحمد. بس أنت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح. وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل.
تعلن شركة مصر للطيران عن نصول طائرتها القادمة من لندن. شكرا. اهلا حنان، سافرت كمان ولا ايه؟ كنت حاسه اني متراقبه، ده اللي خلاني ما اكلمكش. والتليفونات كمان؟ مش مصدق. عايزه افهم انك بتفكري نسيب بعض؟ مش قصدي، بس لازم تفهمني، انا خايفه. انا فاهم، فاهم كويس قوي. على العموم الحمد لله على سلامته. كويس انه جه علشان اقدر اشوفك. امبور زفت ديبوزيت سويذين ذي بورش يولسك انتل تين اور تويلف يرز اجو ذيس كيسز وير اولويز كنت. الطياره وصلت من الصبح وما اتكلمتش لحد دلوقتي. زمان هتكلم، ذاكر بقى. اباوت 1960 دكتور. المفروض انها تكون رجعت البيت. تاني ربنا يهدك يا ابني، انت هتضيعنا والامتحانات زمان على الابواب. اوستون ريبورتد. مؤمن تعالى معايا. على فين؟ نوصل لحد بيتها نطمن على اللي حصل. طب انت بتحبها، انا ذنبي ايه؟ معلش يا مؤمن، تعالى معايا. تعالى كده ضيعت مني الصفحه. هتضيعني من عشان خاطري. تعالى اتفضل. تعالى حد في ايدي. اهي ارتحت بقى، يلا نمشي. تكذب عليا وتقول انهم ما بيناموش في اوضه واحده وهي معاي. خلاص نبه عليها من هنا ورايح تنام في المطبخ على البلاط. هي خرجت من الاوضه، تبقى ما بتكذبش عليا. انت حيرتني معاك، بتكذب ولا ما تكذبش؟ لما تتجوزها بنايمها زي ما انت عاوز، ان شاء الله فوق السطوح. يلا بينا لحسن، انا حاسس انك هتفقدني. أنا لغيت رحلتك علشان فات أسبوع مفاوضات مع الشركات الأجنبية وما وصلتش لأي نتيجة. تلغرافاتك كلها مبهمة. أنا على وشك الاتفاق، اتفضل. ويا فندم أنا بقول لسيادتك. هتقول لي كله موجود في التقرير. وده تقرير ده؟ ده كلام فارغ، ما يكتبوش واحد معاه الابتدائية. ده أنا سهران عليه طول الليلة يا فندم. وإيه يعني؟ مش كتير لما تسهر على تقرير ليلة. كفاية هي اللي بتاخدها. الظاهر ان ثقتي فيك مش في محلها. يا فندم انا عملت اللي اقدر. ارجوك تخليني اغير رايي فيك. اتفضل. اكلمه ليه واعزمه ليه على سهره؟ مين قال لك اني عايز اسهر؟ انا تعبانه وقاعده في البيت مع عمرو. يا هناء انت ما بتقدريش المسؤوليه ولا ايه؟ الراجل بيتلككني. المعيه اللي بيدهاني ممكن يعين بيه 10 خريجين جامعه. لازم نسحب نعم معاه. والله اسحب نعم انت لوحدك، دي مش وظيفتي. يلا بيبي. بس الخير بيعم علينا كلنا ولا ايه؟ انا مش عايزه الخير ده، قرفت منه. يا حبيبتي ما هي سهره وتعدي بقى. يلا عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطر عمي. ها؟ خد يا حبيبي. الو سعفان بيه، مساء الخير يا فندم. خدي كلميه. مسكي. يلا يا عمر تعالى ناكل في المطبخ. اصل يا فندم هناء عزمانا احنا الاثنين على سهره. ايه راي حضرتك؟ هتكسفها؟ متشكر قوي، مع السلامه. سينو سيفاليدس كاني سينو بسلا تشوبس ساركوفاجا يو. بقى بالذمه دي طريقه مذاكره. كان يوم ما هبب يوم ما خدتك معايا ليله راس السنه. هتخليني احرم اخدك معايا سهرات بعد كده. اللي محيرني اني بقالها يومين ما اتكلمتش. لازم في حاجه. اكيد فرقعتك يا سيدي واديتك زومبا اليوناني.
الو. ايوه منى. ازيك؟ طمني، عامل ايه؟ على العموم الملازم الجديدة ظهرت وسلمتهم لك. تحب ابعتهم لك مع حد؟ لا مش مهم. أباخدهم منك في الكلية. لا مؤاخذة منى، أصلي مشغول شوية. مع السلامة. إيه ده؟ مش عيب يا بني آدم تكلم منى بالشكل ده؟ خلاص؟ نسيت العشرة القديمة؟ ما إحنا كده يا بني آدمين. سبيشيال بروبلم. ألو؟ الأستاذ كمال موجود؟ خرج؟ طيب لو سمحتي ممكن أتكلم المدام؟ خرجت مع البيت، راحت معاه الحتة اللي اسمها في الآخر فيه نون. أيوة الشلاتون. طيب متشكر. سهرانة في الشلاتون. ده كتير قوي. تخرج مع جوزها من غير إذنك دي تبقى خيانة. يا هناء دي مش طريقة. مش عايزين اللي بنيناه في سنين يهدوا في ثانية. وأنا عملت حاجة مكشرة من غير مناسبة. هتخلي سعفان بيه يفتكر إننا متضايقين من عادته. أنا قلت لك قبل ما نيجي إني تعبانة. يلا نقعد. يلا. ميرسي. واحد ويسكي. صحتك حلوة أوي. زعلتك في حاجة يا هناء؟ لا أبدا. أمال ليه بتهربي مني؟ تديني مواعيد وما تجيش. مش قلت لك بيراقبنا؟ مش باين. أنا حاسس إن في سبب تاني. لا أبدا مفيش. الرميل دخل في عينيا. عن إذنك. إيه اللي جابك هنا؟ عايز أعرف. ما جيتيش ليه؟ ما اتكلمتيش ليه؟ هقول لك كل حاجة بكرة. على ما تلاقي حجة تقوليها لي. مخصى عليك يا أحمد. ومين ده اللي بترقصي معاه؟ ده سعفان بيه المدير العام. وليه يسهر معاك المدير العام؟ يا احمد اهدى بلاش فضايح. هبقى اشرح لك كل حاجه بكره. استنيني الصبح في الشقه. اعملي حسابك لو ما جيتيش مش هتشوف وشي بعد كده. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده ابن خالد سميحه. كنت قابلته عندها في المحل وعرفتني بيه. يلا كمان. خروجنا جه فجأة. المدير العام صمم يعزمنا على السهرة. كنت هعمل ايه؟ وصمم كمان انك ترقصي معاه وتحضنيه؟ انا ما كنتش حضناه. انا شفتك بعينيا حضناه. كنت حضناه زي ما بتحضنيني بالظبط. يا احمد انا بحبك. عارف يعني ايه بحبك؟ يعني كل دقيقة وكل لحظة بفكر فيك. وانا سهرانة معاهم بتبقى انت اللي معايا. Yeah.
مش عارف جرى ليه. احمد ابوس ايدك اطمن من ناحيتي، مش عايزك تشك فيا ابدا، فكر بس انك تنجح، مش عايزه حبك ليا يشغلك عن مستقبلك، مستقبلنا احنا الاثنين. هناء نجحت. هناء يا حبيبي مش معقول، الف مبروك. الله يبارك فيك. هو نجاح صحيح على الحركرك، انما التقدير مقبول، ممكن يوديني الصعيد. ولا يهمك، انا هروح معاك اي مكان. يلا بينا. يلا. بنفسجي دي يا اسطى. كمال بيحبك؟ أمال ليه مش عايز يطلقك؟ خايف للطلاق يأثر على مركزه. مش فاهم. اتنين ما بيحبوش بعض، والأكتر من كده بيكرهوا بعض، إيه اللي يخليه يرضى بالوضع ده؟ أنت مش فاهمتيني إنك بتحبي حد تاني؟ أيوه. خلاص، عايز انا اروح اكلمه؟ لا يا احمد، سيب لنا الحكايه دي، انا هكلمه لاخر مره، واذا ما وافقش اوعدك اني احسب له البيت. هلا، كنت فين؟ ياه، من امتى بتسألني؟ كنت عند سميحة. يا سميحة ساكنة في شارع الجبلية نمرة 13؟ انت بتراقبني؟ كنت مع الواد بتاع الشيراتون؟ ايوه. وان كان مش عاجبك طلقني. يا ست، لما تظبط بتخون تطلب الطلاق؟ انت بتتكلم عن الخيانة دلوقتي؟ ما بتتكلمش عن سعفان ليه؟ ولا عايز تفهمني انك مش عارف؟ خلاص. لما الخيانة تكون في مصلحتك ترضى بيها، غير كده لا. انا بقولها لك اهو، دقيقة واحدة من النهاردة مش عايش معاك. غير سبب كده تطلب الطلاق؟ من غير سبب. لا زعلتها ولا زعلتك؟ ابدا. لا، انا بعيال، اراجع صالحكم مع بعض وهديلك اعصابها. اكون شاكر اوي. يا سلام، ده واجب. اهلا سعفان بيه. ايه هنا هانم ده؟
كده تخضينا؟ اتفضلي. حد يزعل من كمال؟ هو عارف انا عايزه ايه؟ طلاق؟ ايوه. يا شيخه بعد 7 سنين جواز تطلبي الطلاق؟ تهدي في لحظه بايدك اللي بنيتوه سوا؟ انا متنازله له عن كل حاجه بس يطلقني. معقول ده؟ يا عم سعفان بيه ما تحرجنيش. نعم يا انكل. انت مزعل ماما ليه؟ انا بحبها، بحب ماما، بحب بابا. يلا روح بوس ماما. وانت كمان يا كمال يلا بوس راسها. يلا يا بابا عشان خاطري. يلا مساء الخير. مساء الخير. جالي جواب التعيين. ألف مبروك يا ابني. طمني اتعينت فين؟ في الفيوم. الفيوم؟ ما هو لو كنت انتبهت لنفسك شوية كنت اتعينت في مصر مش في الفيوم. العابي العابي. معلش على العموم الفيوم قريبة. ألف مبروك يا حبيبي. هتوحشني يا أحمد. وأنت كمان. حبيبي كان نفسي تيجي معايا. يا ريت. مش عارفة هعمل ايه من غيرك. انا حابة اجيلك خميس وجمعة، وان قدرت ازوغ وسط الاسبوع هزوغ. متشكر يا زعفان. أنا كويسة هنا. نفسي نرجع زي زمان. تكلميني ونتقابل. من فضلك الدكتور احمد الاقيه فين؟ اتفضلي يا هانم. ادخل. اعملي التحليل الاول وبعدين ابقى اشوفها. بعدين شوف. مع السلامة. لو سمحت دكتور رأفت عايز حضرتك. طب انا جاي لحالي. انا حبيبي. ادخل. المريض في اوضه 13 عايز حضرتك. طب انا جاي حالي. المستشفى هنا زحمة قوي. أنا هستناك في البيت عندك. عندي في البيت مش ممكن. أنا
هنا كلهم عارفين ان انا مش متجوز، والفيوم غير مصر. الابره لما تترمي يتسمع لها صوت. قول اني قريبتك، خطيبتك، اي حاجه. لا حبيبتي، خطر عليكي وعليا انا كمان. وعايش لوحدك؟ طبعا. مين بيخدمك؟ بينظف لك البيت، بيغسل لك هدومك؟ واحدة ست كبيرة في السن. وبتاكل فين؟ الظهر في المستشفى وبالليل في النادي. وبعد النادي بتسهر فين؟ في النادي برضه. هو في غيره؟ بتفرج على التلفزيون والساعة 10 بيتك بيتك. أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان أقابل حضرة العمدة. أنا راجع لك حالا. يبقى عندك واحد زي سعفان وتحتار الحيرة دي؟ ده راجل له مركزه ومعارفه كتير في كل حتة، ينقلهولك مصر في 5 دقايق. مش معقول يا سميحة، بقى أنا بتهرب منه أقوم أكلمه؟ يا بنتي لغاية تبرر الوسيلة، كلميه ولا يهمك. هي نمرته كام؟ يعني لولا موضوع الدكتور قريب سميحة صاحبتك لا كنت اتكلمتي ولا شفتك. أصل الحقيقة الدكتور جديد وجات تعيينه في الفيوم، بعدين ظروفه العقلية ما تسمحلوش يبعد عن أهله. قامت سميحة ترجتني عشان أوصيك. هتكلم له حد؟ طبعا طبعا. يا ترى هتغيبي عني تاني؟ حسب ظروف يا سعفان. مفهوم مفهوم. ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل. الو؟ مين يا فندم؟ ايوه يا فندم موجود. تليفون عشانك يا ستي. مين يا دادا؟ ما قالش. طب روح انت يا دادا. حاضر يا ستي. الو؟ حملت. الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ بكلمك من المحطه، لازم اشوفك دلوقتي حالا. عندي ليك خبر هايل. ايه هو؟ قول. طب نتقابل بعد نص ساعة عند سميحة. حسوا اني كفاءة، انا قالوني مصر. انا ما بقاش فاضل غير اننا نلاقي شقه وتسيبي جوزك ونتجوز ونعيش سوا انا وانتي وعمك في بيت واحد. يا ريت يا احمد، يا ريت. لا لا. نعم يا سيدي. حضر الغدا بسرعه. حضرتك مش هتستنى الست؟ هي لسه ما رجعتش من النادي مع عمرو؟ عمرو نايم فوق. ما راحت فين؟ ما قالتش يا سيدي. جالها تليفون من واحد اسمه احمد وخرجت على طول. سعيدة يا كمال. هلا. هو الدكتور احمد مش ناوي يبعد عنك ولا ايه؟ اول مرة عدتها لك على خير عشان خاطر الولد، قلت مفيش داعي نخرب البيت اللي بنيناه سوا. كمال، انا قلت لك طلقني. تفتكر لما هطلقك هيتجوزك هو؟ ايوه.
وهيعيشك بال 17 جنيه اللي بياخدهم. كمال، الامور اللي زي دي عايزه الصراحه. صحيح انا عايشه دلوقتي عيشه تحسدني عليها ستات كتير، لكن انا مش راضيه عن نفسي. مش دي الحياه اللي كنت بحلم بيها ما اتجوزتك؟ بس عيب انك تضحي بالفيلا والعربيه والمصروف اللي بتاخديه كل شهر. انا فكرت في كل حاجه من زمان ومصممه على الطلاق. رجع تاني تطلب الطلاق؟ انا مش لسه مصالحكم؟ بصراحه الحياه معاها بقت مستحيله. انا اتغيرت قوي يا سعفان بيه. فهمتوا مع بعض؟ شفت ايه اللي مزعلها؟ حاولت كتير مفيش فايده. بلغني اخيرا ان في واحد بيزن على ودانها عشان تطلب الطلاق. مين؟ دكتور لسه متخرج جديد. دكتور؟ عرفت اسمه؟ ايوه، اسمه احمد فؤاد. احمد فؤاد؟ ايوه، وانا قررت اطلقها. ايه ده؟ انت جننت يا كمال؟ حد يهدم حياته بايده؟ طلاق يضرك ويأثر على وظيفتك في الشركه. الشبشره والمسائل الشخصيه دي تأثر على مركز الانسان. تخليك عاقل، سيب لي الموضوع ده. والاخراني ده قبل الاكل ثلاث مرات. دكتور احمد، سيادة المدير عايز حضرتك. صباح الخير. اهلا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. مبسوط في القاهرة؟ الحمد لله. عظيم. بقى يا سيدي، انت عارف طبعا اننا بنبعت بعثات كل سنة لأوروبا من بعض الدكاترة المتفوقين. اسمك ضمن الأسماء المعروضة عليا. ايه رأيك؟ والله يا فندم ده شرف عظيم. مش عارف اقول لستك ايه. ما تقولش حاجة، جهز نفسك للسفر في أقرب وقت. متشكر يا فندم. في حاجة يا دكتور أحمد؟ لا، بس أصلها كانت مفاجأة بالنسبة لي، وخصوصا إن لسه منقول من الفيوم. نعمل إيه بقى؟ وصيتك غالية علينا. سعفان بيه زميلي من ابتدائي. سعفان بيه؟ لسه كان بيكلمني من شوية عشان يطمن عليك. أيوه. الدكتور أحمد فؤاد عايز يقابل حضرتك. مين؟ الدكتور أحمد فؤاد. خليه يتفضل. اهلا دكتور احمد. تفضل. تفضل. اي خدمه؟ حضرتك تعرفني يا سعفان بيه؟ لا، ما سبقليش الشرف. محدش كلمك عني؟ مش فاهم. حضرتك وصيت عليا وخليتهم ينقلوني مصر. فعلا، افتكرت دلوقتي. اقدر اعرف اسم الشخص اللي طلب منك تعمل كده؟ يهمك في ايه؟ عشان على الاقل اقدر في يوم من الايام ارد له الجميل. مش من حقي اقول لك مين، لان الشخص اللي بتتكلم عنه ده يمكن مش عاوز حد يعرف اسمه. سعفان بيه، مفيش داعي نخبي على بعض. الشخص ده نعرفه احنا الاثنين، هناء، مش كده؟ عشان تستجيب بسرعه لطلب زي ده، اكيد هناء دي عزيزه عليك قوي. انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ انا بلغني كلام كتير يا سعفان بيه. لنفرض لما طلبت منك تنقلني يا سعفان بيه، قالت لك اننا بنحب بعض؟ والله أنا ما بتدخلش في عواطفها الشخصية. كل اللي أعرفه إنها ست محترمة ومتجوزة، وإن في شخص بيحاول إنها تتطلق وتسيب بيتها. عشان كده عايز تبعدني عن سكتها وتسفرني بعثة. إيه اللي وصيتك تعمل كده يا سعفان بيه؟ يا ابني، أنا اللي عايزك تختفي من حياتها. هناء اتعودت تعيش على مستوى معين أنت مش هتقدر توفره لها. النهارده بتحبوا بعض وهي مستعدة تضحي بكل الحاجات دي.
لكن الحب ده مش هيدوم الى الابد، وقدام المشاكل اللي هتواجهكم هتبتدي الخلافات، هتبتدي هي تلومك على انك حرمتها من العز اللي كانت فيه. اسمحي تسيب الهدوم، الزوجة الخاينة ملهاش الحق في اي حاجة. مفاتيح العربية. استنى عندك ولا حتى تشوفي الولد اللي تطلب الطلاق تضحي بكل حاجه. روحي له بقى بطولك. كمال بيه موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. على فين يا هانم؟ خلاص يا سعفان بيه، هي بقت حره. كمال، أنا اتحررت بنفسي عن الموضوع واكتشفت إن أحمد هو اللي كان بيعاكسها. معلوماتك طلعت غلط، وهناء مظلومة. لا يا سعفان بيه، أنا مش مظلومة، أنا فعلا غلطت، وقدامي فرصة إن أصلح غلطتي وأعيش حياتي، الحياة اللي بتتمناها أي ست مع الإنسان اللي بتحبه. استني، سيبها يا سعفان بيه. خلاص يا احمد بقيت حره، بس زلني زلني قوي وما رضيش يديني الولد، لكن انا من حقي ارفع قضيه واخده في حضانتي ونعيش كلنا في بيت واحد ونخرج سوا قدام الناس من غير ما نتقابل في السر كاننا بنرتكب جريمه. احنا دلوقتي ناخد شقه على قدنا وبمهنتك نرتب عشتنا. احمد مالك؟ ما بتقولش حاجة يعني؟ أفتكر إن حلمك ده مش هيتحقق. ليه؟ معروض عليا أسافر بعثة لأوروبا. ألف مبروك يا حبيبي، ولا تشيل هم، هسافر معاك وأشتغل هناك أي حاجة. عارفة مين اللي تكرم وزكاني عشان أسافر؟ مين؟ نفس الشخص اللي نقلني من الفيوم لمصر. سعفان بيه، المدير العام اللي كان بيرقص معاكي، ليه تخدعيني طول المده دي؟ تخليني احبك وتقولي انك بتحبيني وانت على علاقه بشخص تاني؟ ابدا يا احمد، انا من يوم ما عرفتك كنت ليك انت بس. ما تحاوليش تكذبي تاني، انا قابلته بنفسي، طلب مني ابعد عنك. ليه؟ منين يعرف علاقتي بيكي؟ انت اللي قلتي له. ابدا ما بقتش فاهمه حاجه، كل اللي عملته اني وصيت عليك، نقلك من الفيوم عشان نبقى جنب بعض، واللي عملته ده عشان بحبك. الحب هو اللي يرفع من كرامه الانسان، مش اللي يحط منها، وانت ضيعت كرامتي. احمد انا كل اللي عملته ده عشان بحبك، عمري ما قصدت اجرحك او اقلل من كرامتك، ارجوك تفهمني. عايز انا افهمي تاني، كان ليك علاقة بسعفان بيه ولا لا؟ كان بيصرف عليك ولا لا؟ أيوة، بس الظروف هي اللي خلتني أعمل كده. أنهي ظروف؟ تاكسي. أحمد ما تسيبنيش، أنت كل أملي في الحياة، أنا دلوقتي ماليش غيرك أنت في الدنيا. كان نفسي أقف جنبك يا أحمد، أنا بحبك. وأنا كمان بحبك، لكن مش هقدر أنسى اللي حصل، هيفضل دايما بيننا.